الناس الكل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في كيتشن امل تونيزيا. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، اهلا وسهلا بكم. كما تشوفوا اليوم باش نحضروا مع بعضنا جاتو الحقيقه هو من اختراع شويه، دونك في ثلاثه طبقات باش نخدموه مع بعضنا من غير جينواز، من غير حتى شيء. باش نوريكم زيد طريقه مزيانه برشا باش نعملوا الكلاساج بمناسبه الحاله هذه الحب. دونك قلت علاش ليه نعمل جاتو تكون حتى كيكه معناها للمناسبات ولا حتى لعيد ميلاد ولا حاجه، فكره نبارطاجيوها الناس الكل مع بعضنا. نصور الفيديو بطبيعه الحال معاكم ونوريكم المراحل الكل، وان شاء الله تعجبكم. باش نعملها بطريقه بسيطه برشا وما فيهاش برشا مكونات، ما فيهاش برشا مصروف، لكنها المنظر ياسر مزيان كيما تشوفوا. انا جوست معناها كم خليت الكلاساج وزينت زينه عاديه، معناها انتم زيدا كيف يرجع لكم انتم. المراحل نتاع الوصفه نتاع اليوم تشوفوها ان شاء الله على قناتي. ان شاء الله اللي يشوفوا اول مره الفيديو ما ينساوش سابوني كيتشن امل تونيزيا، يفعلوا الجرس باش يوصلهم اش جديد الكل. واهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونمشيو مع بعضنا للكيكه الطبقات اللي انا اخترت اليوم باش نعملها. ان شاء الله تعجبكم الناس الكل، واهلا وسهلا ومرحبا بكم. دونك نشوفوا مع بعضنا المراحل نتاع الوصفه. بالنسبه للجاتو نتاعنا لليوم، الكيكه معناها البارده بمناسبه عيد الحب ولا سان فالنتان، انا اخترت المول هذا كما تشوفوا، مول كوخ معناها اخترت المول هذا. دونك لقيتو معناها انا ما عنديش منه، دونك لقيتو معناها يظهر لي 5000 معناها السوم نتاعو، دونك شريتو معناها باش نعمل فيه الكيكه هذه. دونك نتوما كان عندكم اي مول اخر تنجموا تستعملوه، معناها مش بالضروري تستعملوا نفس المول اللي انا استعملته. باقينا انا اول مره معناها باش نعمله، خاطر ما سبق ما عملتش معناها الشكل هذا. بالمناسبه هذه انا اخترت الشكل هذا وخذيته هوني كيف دونك باش نخليه معناها في البلا هذايا، حتى بعد يسهل الزينه نتاعو الكل. انتم تنجموا زيدا تحطوا بابي معناها كان ما عندكمش هذا، تحطوا بابي كويسون والا ورق الزبده والا اي حاجه اخرى، باش انتم من بعد تسهل انكم انتم تنجموا تزينوه وتحطوه معناها كيما تحبوا انتم. الكيكه هذه كما قلت لكم معناها سهله برشا، مش نستحقوا حاجه كبيره. انا خديتوني البسكوي، اول حاجه باش نحطوا البسكوي مع الشوكولا اللي انا استعملتها في كيكه الهواء ولا خبزه الهواء التونسيه، شوكولا في ميزون. ان شاء الله زيد نخليكم في صندوق الوصف الوصفه الكامله بالنسبه للناس اللي ما شافوش، وخليكم رابط زيد خبزه الهواء التونسيه سامحوني اللي طيبت فيها انا صوص شوكولا في ميزون. دونك نجموا نستحفظوا بها ونستعملوها كما قلت لكم في جاتو اخر. انا استحفظت بها، قعد منها معناها كميه صغيره، خليتها معناها انا في الفريجيدير، وتوا معناها باش نسخنها بطبيعه الحال انا زي ما تكون سخونه باش نستعملها في الخبزه هذه. ومن بعد بطبيعه الحال كريم مستحضر شانتيني كيف باش نخدموا به باش نزينوا. انتم زيدا تنجموا تستعملوا الموس اللي عجبتكم برشا في خبزه الهواء التونسيه اللي هي كريم شانتيني والموس وشوكولا، تنجموا انتم زيدا تستعملوا هذا. باقينا من بعد في الكلاساج ان شاء الله نوريكم بشويه الكلاساج كيفاش باش يكون، واللون باش نختاروه اليوم للكيكه البارده هذه نتاع البسكويت بمناسبه سان فالنتان ولا عيد الحب. باول حاجه احنا باش ناخذوا البسكويت نتاعنا وبديا معناها يلزمنا بها معناها بالبيه معناها نفتفتوه ولا
بالطبقه الاولى نتاع البسكويت دونك حضرناها كما تشوفوا معناها حطيناها في المول نتاعنا. توا باش نتعداو نعملوا الكريم شانتي سهله معروفه برشا. انا باش نخدمها بالحليب كما قلت لكم. تنجموا نتوما زيد تستعملوا الموس معناها الكريم شانتيني زيدوها احنا معناها بيكو من مستحضر الشوكولا الموس وشوكولا ونخدموهم مع كيس ونص حليب في الباتور الكتريك معناها الخلاط الكهربائي ونجموا نحطوا الطبقه معناها هذه الثانيه. انا اخترت الكريم شانتيني انتم يرجع لكم الاختيار. توا باش نمشي ونخدموا هذا وبعد نحطوها في بيت الحال في الثلاجه معناها حتى معناها ساعات وباش نرجع نخدموا بعضنا الجلاساج. توا كما قلت لكم الجاتو معناها في المجمد. قبل ما نخرجوه باش نحضروا الجلاساج نتاعنا لليوم. الجلاساج ساهل برشا دونك انا باش نعطيكم المكونات معناها قد الكل باش تنجموا نتوما زاده تنجحوا فيه. ساهل برشا وما ياخذش منا زاده برشا وقت. المكونات هوني خذينا ماء بارد. الماء البارد هذا باش نحطوا فيه زوز اوراق جيلاتين. كان ما عندكمش معناها الاوراق نتاع جيلاتين تاخذوا معناها 11 غرام البودر معناها قدر مغرفه ونص. دونك باش نحطوه هوني في الماء البارد كيما تشوفوا نخليوه معناها في الماء ولا وباش ناخذوا بطبيعه الحال هوني الشوكولا البلون. خديت انا هذوما لي بيبيت ما لقيتش معناها الاخرين مي مش مشكل معناها اي نوع نتاع شوكولا بيضه تنجموا تستعملوها. خديت 150 غرام بالنسبه للسكر كيف كيف 150 غرام سكر. الجلوكوز زاده هوني 150 معناها قد الشوكولاته قد السكر قد الجلوكوز وقد زاده كيف كيف الكريم فريش. انا باش نخدمو بالكريم فريش مش بالحليب المركز. كيف كيف 150 غرام قدر معناها كيما نقولوا احنا اون بواط ومعناها بواطه وشطر ثانيه على خاطر معناها باش يجي الميزان قد نتاعنا. دونك هذوما هما المكونات والكولورون انا عندي هذا دونك اليمونتير بالفريز. دونك باش نعملوا الكلاصاج نتاعنا بالفريز بنوريكم ان شاء الله بال معناها لاغوم فريز. الجلوكوز هذا بالنسبه معناها في تونس موجود هذا معناها ديبو دان كيلو جو كخوا 6 دينار حاجه هكا. دونك تاخذوا البو تنجموا تستحقوه حتى بلوتار في برشا حاجات اخرين. دونك انا خديت البو هذا ما لقيتش فما يظهر لي نوع نتاع بودرة ولكن انا ما نعرفهاش دونك خيرت اني ناخذ الحاجه هذه السيرو هذا اللي نعرفه احسن. انتم زاد نصحكم تاخذوا السيرو هذا يكون احسن كما قلت لكم معناها قد الشوكولاته قد السكر قد الجلوكوز قد الكريم فريش. دونك تزيمها قد الكل حتى كان حبيتوا تعملوا كميه ما اقل زاد كيف كيف تنجموا تنقصوا معناها تاخذوا 100 غرام شوكولا 100 غرام سكر وان سو سويت معناها. هوني عندنا بطبيعه الحال الكاسرول نتاعنا باش نبداو اول حاجه كما قلت لكم حطينا الجيلاتين نتاعنا معناها في الماء البارد نخليه بطبيعه الحال. وتوا باش ناخذوا الكاسرول نتاعنا هوني باش ناخذوا بطبيعه الحال السكر باش ناخذوا الكريم فريش.
بي كما تشوفوا وقت يبدا هو معناها في مرحله الغليان معناها يبدا يغلي نطفيو احنا على النار نتاعنا ونضيفوا الشوكولا والكولورون كما تشوفوا توا انا توا باش نطفي معناها انا النار كما تشوفوا بدا يعمل فقاقيع هذوكم نقصوا ونتعدي ونحط نزيدوا الشوكولا والكولورون نتاعنا ولا جيلاتين بتاع الحال نضيفوا معناها ديما الكولورون تاعنا معناها قدر اللولي احنا نحبوا عليه توا باش نخليه اهم حاجه انه يكون بارد نخليه يبرد ومن بعد نخرجوا الجاتو ونزينوه ونوريكم ان شاء الله في صحن التقديم.
Tu m'aimes, je suis très fière d'elle, c'est un gâteau réussi. Si vous avez aimé le gâteau, je vous en prie, mettez plein de pouces bleus et j'espère que ma mère sera la championne. Voilà.